اكشن. دي تمارا بتبقى لسه صاحيه من النوم ولسه شايفه كابوس او حاجه كده مانيش فاهم يعني في ايه. المهم ان هي بتصحى وبتاخد الشاور بتاعها التمام وبعد كده بتطلع عشان تغير هدومها. واثناء ما هي بتغير بتشغل الراديو وبتاع وبتسمع اخبار عن ان في بنات بتتخطف وبتاع وان الحادثه ديت متكرره في البلد عندهم كتير. ايه المهم بتجهز نفسها وهي طالعه من البيت بتقابل ده وبيبقى اسمه جيري وبنعرف ان هو شغال ضابط وبيبقى جاي لها بالكوفي بتاعها وبتاع وبيحاول ان هو يخرج معاها عشان بنعرف ان هو خرج معاها مره قبل كده في ديت وبتاع فجاي لها بالقهوه فاهم عشان ايه يشقطها ويمشي على طول. بس تقول له والله انا اسفه فاهم النهارده ايه مقابله صاحباتي وبتاع واقعد مع البنات وهي بتاخد منه القهوه وباي باي باي باي. وبعد كده بنشوف اللي هو نظره ايه انا داخل الفريند زون فاهم عارف انت ايه نظره هو بيبقى باين عليه كده توتر ما قبل الدخول الفريند زون. وبعد كده بنشوف تمارا وهي سايقه عربيتها وبتكون بتكلم صاحباتها في التليفون وبتقول لهم ان هي جايه في السكه وبتاع فبيقولوا لها تمام وبيقعدوا يهزروا مع بعض في التليفون شويه وبعد كده بتقفل وبتكمل سواقه. ولكن اثناء وهي ماشيه العربيه بتعملها معاها والبنزين بيخلص بتيجي تمسك التليفون وبتاع وبتلاقي ان كمان الشبكه واقعه فالبيسي بقى فبتفضل واقفه شويه وبتاع لحد ما بيجي عربيه وبيبقى فيها شخصين وبيقول لها وبيقولوا لها ايه وبتاع فبتقول لهم ان العربيه عايزه بنزين بس الراجل اللي بيتكلم معاها ده بيبان ان هو ايه يعني متحرش سكتين ثلاثه كده فاهم وهي بتبقى مقلقه منهم ومن اسلوبهم في التعامل معاها وبتاع. وبعد ما بيحطوا لها البنزين وكله تمام بتسال عن اساميهم بنعرف ان التخين ده اسمه ميرف واللي لابس نظاره ده بيبقى اسمه كيب. المهم بتاخد عربيتها بعد كده وبتطلع على صاحباتها وبتاع وبنعرف ان اساميهم مادي وبروك. المهم بيقعدوا يتكلموا ويضحكوا شويه وبتاع وبعد كده بروك بقى بتبقى في شابين كده هي فاهم عايزه ويسكي وبتاع فبتديهم الايحاء ان هم ايه يعني فاهم رايحه تشقطهم فبتروح تتكلم معاهم شويه وبتاع وبتتعرف عليهم بس مش مهم اساميهم ان هم ما قالوش يعني فاهم. المهم بعد ما بتتعرف عليهم وبتاع بيقولوا لها طب ايه الدنيا. المهم بتتفق معاهم ان هم هيروحوا حفله بالليل في بار حوالين المدينه هنا فبيقولوا لها قشطه وبتاع ومش عارف ايه وهي بتاخد الكاسات وبترجع لصاحباتها وبيقعدوا يشربوا بقى وخيخي وخي وبتاع. وبعد كده بنشوفهم وهم في البيت بالليل عشان بيجهزوا نفسهم عشان يروحوا الحفله وبتاع. واثناء ما هم بيظبطوا الميك اب وبتاع الباب بيخبط مره واحده وكلهم بيخافوا وبيطفوا النور. وبعد كده تمارا بتروح بالراحه وبتفتح وبتاع وبتلاقي في الاخر جيري وبيكون جاي لها بورد بقى وبيعزمها ان هو يخرج معاها وبتاع فبتقول له يا ابني انت ما بتفهمش يا ابني قلت لك الصبح ان انا مع البنات النهار في يا ابني. المهم بيقعد يترقص لها بيكتفوا شويه كده وبعد كده بيسيبها وبيمشي وهي بتقفل الباب وبترجع لاصحابها. واصحابها بقى بيقعدوا يضحكوا عليها وبتاع يقولوا لها عيل كراش بيكراش عليك يجيلك عند البيت وبتاع تقول لهم انا قابلته مره واحده والولا مش حللني اصلا الولا مش عايز بص خلاص مش قادره من كتله تلزيق. المهم بعد فكره الخيخي وخيو بتاعت البنات مع بعض دي وبتاع بيطلعوا البار بقى وبيبداوا ان هم يسكروا وبتاع ومش عارف ايه. وبعدها مادي بتسيبهم عشان تروح الحمام وبتاع ومش عارف ايه بس بتتاخر هناك فتمارا بتقلع عليها وبتروح لها هناك وبتلاقيها واقفه مع واحده بتعرض عليها كوكو وبتاع بس لو بسوا بعض. فمادي بيبان عليها ان هي بنت شمامه اصلا وبتخضع لاي حاجه. المهم من غير ما بتستاذن بتخش على تمارا وصفلك لا الالوان التيف دي يا اسطى. المهم بعد ما بيشدوا اللاينين وبتاع بيطلعوا بره بعد كده بنشوف ميرف وكيب وهم جايين وبتاع وبيهددوا البارمن وبيقولوا له ان هو يحط حبايه المخدر ديت في الكاس بتاع تمارا ويدهولها. المهم البارتندر بيخاف وبيضطر ان هو فعلا يعمل كده وبيحط لها حبايه المخدر في الكاس بتاعها. وبعد كده البنات بترجع عشان تشرب وبتاع ومش عارف ايه وتمارا بتشرب الكاس اللي فيه المخدر وبتكمل الحفله ومش عارف ايه وبتبدا بعد كده ان هي تدوخ وبتطلع بره الكلوب عشان تشم هوا فبتقابل ميرف وكيب وبتاع ومش عارف ايه بتكون خلاص بقى اتخدرت تماما وبياخدوها معاهم في العربيه وبيرجعوا عندهم على البيت. ولما بيوصلوا هناك تمارا بتفوق وبتاع ولما بتبص حواليها مش بتلاقي حد بتحاول ان هي تهرب بتسمع صوت فبتستخبى تحت العربيه وبيفضلوا ان هم يدوروا عليها وبتاع لحد ما في الاخر ميرف بيلاقيها وبيطلعها من تحت العربيه وبتحاول ان هي تزق وتجري منه في الاخر بيمسكها وبيروح جاي بام بيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي نفسها متكتفه في مخزن وبيكون معاهم راجل تالت كبير وبنعرف ان هو ابوهم. وبعدها بيبداوا ان هم يتنمروا عليها وبتاع وبعد كده بيبداوا ان هم يقلعوا هدومها عشان يغتصبوها فبتتكلم معاهم بتقول لهم ان ده اخركم يعني وبتاع. فميرفي بيقول لها والله اختي انت مش اول واحده تيجي هنا ومش اخر واحده هتيجي هنا فخلصينا عشان ايه عندنا صداع بقى مش مستحمله بنادول ايه. فبتقول له احنا كمان يا اسطى عندنا خلي بالك تقص في العيله وبتاع. المهم ان هي بتعمل نفسها ان هي من عيله صحراء وبتفضل تقول طلاسم كده وبتاع وبتعمل نفسها بتتحول وفي الاخر بترجع على كب. فطبعا هم بيبقى في بالهم ان هي النمره دي ما دخلتش عليهم وبتاع ومش عارف ايه. وطبعا بعد ما هي رجعت بيقرفوا منها وبيسيبوها وبيمشوا. وبعد كده الثلاثه بيقعدوا مع بعض في المزرعه وبتاع وميرفي بيبدا يتكلم معاهم وبيقول لهم انا قلقان منها لتطلع ان هي ساحره بجد وتخلينا نتلبس وبتاع. فابو بيقول له يا اسطى مالك احنا متدينين ما فيش الكلام ده لا ونعم النفاق يا اسطى. في نفس الوقت ده تمارا وهي متكتفه بتحاول ان هي تستخدم تليفونها وتكلم جيري ولكن للاسف تليفونها بيفصل شحن
وبعد كده بنشوف ميرفي وهو واقف بيشرب سيجاره وبتاعه، وبعد كده الباب اللي وراه بيتقفل لوحده مره واحده. فميرفي بيروح لكيب وبيتعارك معاه وبيقول له اصلا انت بتقفل الباب وانا بره ليه، انا مش عايزه يتقفل وبتاعه. وكيب بيقول له اصلا انا ما قفلتش حاجه، انا قاعد جوه اصلا تلاقي الهواء. واثناء ما هما بقى بيتكلموا مع بعض بنشوف بنت لابسه ابيض ومعديه من جنبهم، بس هما مش بيشوفوها. المهم ميرفي بيروح ياخد العربيه وبيدورها عشان يمشي وبتاعه، مره واحده بيشوف البنت اللي احنا كنا لسه شايفينها دلوقتي دي وبيبقى شكلها وحش جدا. فميرفي بيجري وبيدوسها وبتاعه، وبعد كده بيطلع من العربيه عشان يبص عليها وبيلاقيها اختفت ومش موجود لها اي اثر. فميرفي بيبدا يقلق اكتر من اللي كانت تمارا بتعمله جوه، وبدا ان هو يفكرها ملبوسه بجد اكتر بقى، فاهم؟ وبعد كده بنروح عندهم البيت وبنشوفهم هم قاعدين بياكلوا وبتاع، وبعد كده بنكتشف ان ابوهم راجل مريض وكانوا هم قاعدين ناس كتير قبل كده، فهو بياخد شعرهم بقى عشان ايه، فاهم؟ عندكم شامبو بس ايه مع حاله جوه كده. المهم يا ربنا يلطف بيك يا اسطى. المهم بعد ما بيخلص القرف اللي هو بيعمله دوت وبتاع، بيروح على الاوضه بتاعته وبيشوف هيكل عظمي محطوط على السرير بتاعه في الاوضه. فبينادي عياله وبتاعه بيقول لهم مين اللي عمل القرف ده، فعياله بيقولوا له مش احنا وبتاعه ومش عارف ايه. المهم ان هو بياخدهم وبعد كده بيروح على تامورا وبيقعد يقول لها انت بتعملي الكلام ده ازاي وبتاعه ومش عارف ايه، وهي بتقعد تبص لهم بصات كده، فاهم؟ اللي هو ايه، بيخافوا منها وكلامها بيبقى قليل جدا وضحكتها بتبقى صفرة ترعب فعلا. المهم اثناء ما هم بيتكلموا هي عماله ترعب فيهم كده وبتاع، الباب بيتقفل مره واحده. فبيجروا على الباب عشان يشوفوا ايه الدنيا ومين اللي بيعمل فيهم كده وبتاع، وبيفتحوا مش بيلاقوا حد، بس بيلاقوا رمز شيطاني مرسوم قدام الباب من بره، فبيبداوا ان هم يلاقوا اكتر بقى كلهم، فاهم؟ وبعد كده بنشوف جيري اللي كان بيحاول يشقط تمارا الضابط دوت وهو في البيت، وبيمسك تليفونه وبيسمع الرساله اللي كانت تمارا بتبعتها له قبل ما تليفونها يفصل شحنه، بتقول له ان في 3 رجاله خاطفيني وبتاع، ولكن ما بيعرفش العنوان فين عشان زي ما قلت لك من شويه ان التليفون فصل. ركز معايا استعمل لايك بالمره كده دلوقتي. المهم بنرجع لتمارا تاني وهي متكتفه، وبنشوف كيب وهو داخل عليها وبيكلمها وبيقول لها ان انا بخاف من الشياطين وبتاع ومش عارف ايه وكده. فبتقول له يا اسطى انا مش شيطان، ما تقلقش مني وبتاع. بيقول لها بجد انت مش شيطان؟ طب سلام عليكم بقى، وبيسيبها وبيمشي. وبيبدا يحصل مع الرجاله ديت كم موقف ورا بعض مرعب في البيت وبتاع، لحد ما فعلا بيبداوا يتاكدوا ان البت دي ملبوسه 100%. وتاني يوم بيطلعوها بقى وهي متكتفه وبتاع ومش عارف ايه، وبيعملوا عليها طقوس وبيغطسوها في ميه مقدسه عشان لو هي ملبوسه بقى اللي لابسها ده يطلع وبتاع. ولما بيرجعوها تاني المكان اللي هي محبوسه فيه بيلاقوا حاجات غريبه متعلقه في المكان اللي هي كانت مربوطه فيه، فبيبقوا قلقانين شويه وبتاع، ولكن بيربطوا تمارا في مكانها تاني. في نفس الوقت ده بنشوف جيري الظابط وهو في البار اللي كانوا قاعدين فيه ساعه الحفله، وبيسال البارتندر اللي ادالهم الدرينكات وبيقول له اه انا عارفهم وبتاع، وبيقول له على مواصفات ميرفو كبه اللي عزموهم على المشاريب وبتاع. فجيري بيقول له تمام ومش عارف ايه، وبيديله رقمه وبيقول له لو اي حد ظهر منهم كلمني. وبعد كده بنرجع على المزرعه تاني اللي تمارا مخطوفه فيها مع الرجاله دي وبتاع، وبنشوف كيب وهو بيحفر قبر لتمارا، وبعد كده بيفك تمارا وبتقول له ان انا هسخطك بقى، وبتقعد تخوفه وبتاع، فبيقلق وبيقتل نفسه. وبعديها تمارا بتحاول ان هي تهرب وميرفي بيشوفها، وبعد كده بيشوف اخوه اتقتل، فبيتجنن اكتر وبيجري وراها عشان يدور عليها ويمسكها. وابوهم لما بيرجع برضه بيشوف ان ابنه مات وبتاع، وبعد كده بيبدا ان هو يجري في الغابه عشان يشوف ايه الدنيا ويدور على الباقي. في الوقت ده بيسمع اصوات غريبه وبتاع، وبعد كده بنشوف حد لابس قناع مخيف وبيخض ابوهم، وبعد كده بتظهر من وراهم واحده تانية وبنكتشف ان دول مادي وبروك. وبعد كده بنرجع لميرفي وهو بيدور على تمارا، وتمارا بتفضل مستخبيه لحد ما بيجي الوقت المناسب وبتضربه على دماغه وبيغمى عليه. وبيجي الليل وبنشوف البنات وهم مكتفين ميرف وابوه، وبيقعدوا بقى يخوفوهم ويقولوا لهم ان احنا هناخد حق البنات اللي انتوا قتلتوهم دول كلهم، وبيفضلوا يهددوهم ويلعبوا عليهم شويه وبتاع ومش عارف ايه، لحد ما في الاخر بيقتلوهم. في نفس الوقت ده جيري الظابط بيكون وصل، وتمارا بتعمل نفسها بقى الضحيه وبتاع عشان يطلعوا من القضيه، وبنعرف ان البنات اصلا كانت مخططه للموضوع ده من بدري، وان هم دارسين ميرف وكب وابوهم من بدري، وان كل اللي احنا شفناه دوت كان مترتب له اصلا من فتره كبيره وبتاع، لحد ما جت اللحظه المناسبه ونفذوا فيها الخطه بتاعتهم ومشيت زي ما هم عايزين بالظبط. فالرساله من هذا الملخص يا اسطى انك ايدونا عظيم، خلصونا بقى. فايه اسمع الكلام كده بقى وصلي على النبي واعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس اتفرج على اللي فات استنى اللي جاي بتاع، فاهم؟ عشان ايه؟ لو كده اجيب لك الثلاث بنات دول، ولو فعلا الثلاث بنات دول جملك يا اسطى هسيب لك رقمي تحت بقى كلمني لو جولك يا اسطى. كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.